أشعر بالحزن الشديد لفقدان دكتور فارتان جريجوريان. أتاحت لي جائزة الأرورا التعرف على إنسان عظيم أفنى حياته في مساعدة الآخرين بنواحي علمية وإنسان. ساعد على إحياء ذكرى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في أنحاء العالم من خلال تكريم المدافعين عن حقوق الإنسان. أعرب عن تعازي الحارة لكل أهله وأصدقائه وكذلك محبي وعائلة الأرورا وكذلك أيضا إخواني وأخواتي في أرمينيا.